يلا يا الفتى وقعي. هون مدام هون. سمي بالله وقع. سمي بالله. مالي قدراني وقع، عيوني عم تصغي. هون شوفي هون بالنص عند الفريق الثاني. يلا ما عم بقدر مطيع، ليك ادري شلون عم بيرشفوا، ما عم بقدر امسك القلم. طيب تعال امسكي القلم، انا اللي امسك لك ايديك، اشخطي لنا هالشخطتين بقى وخلينا نخلص. مطيع ما عم بقدر. الحقني شوي، عاوز لك بدي اقول لك شغله. تفضلي مدام. تفضل مطيع. عن اذنك سيد خليل، خمس دقايق بس. ها قلتك أديبة بتوقع. ايه ايه بتوقع، لا يكن لك فكرة، هي هيك بتعمل، بس بالاخير ما بتساوي الا اللي بده اياه مطيع بيك. بدي اسألك، ليش قبلت تشتري نص البيت؟ ليش ما اصريت تشتري البيت كله؟ لك طولي بالك يا أديبة، طولي بالك، كل شيء وقته حلو الا ما يحتاجوا مصاري. بعدين بتعرفي المدام طلباتها كثيرة، الا ما تسحب مني مصاري وتمضي وصولي. بعدين شو بصير اذا اخرنا نص الثاني شوي؟ بعدين بشغل المصاري ولعلمك السوق دائر، وكل ما الأسعار بنزول يعني يمكن ناخده بأقل من سعره. تعرف خليل، أنا زعلانة على مطيع بيك، بس هي خرجة الله ليقيمة، لأنه لولاها ما كان وصلوا لها المواصيل. إيه والله يا عديبة، ما بيقولوا مرة بتعمر بيت ومرة بتخرب بيت؟ مالك شافتي يا حرام وعرفان شو بده يساوي؟ والله قلبي تقطع عليه. بس أنا مقبلة من الغريب عديبة، آه؟ ولا أنا غلطان؟ لا لا ما لك غلطان. شفتها كيف كانت عم تطلع علي؟ عيونها كانوا رح يبزوا هيك من وشها، رح تاكلني اكل. روح اتسمع لك عليهم، شوف لك ياهم شو عم بيحكوا. ما في داعي. ولا وينك؟ روح اسمعيهم. ايه؟ بدي تطلع عم بتنور انا، نوريني روحي. يلا. ما ببيع يعني ما ببيع ولا بمضي، شو بده يصير يعني؟ بدهم يحبسوني؟ احسن، لكن انا اخرتها يشتري بيتي شقفة ناطور وخدامتي يصير راسها براسي، شو بدهم يقولوا علي العالم؟ اخ ما تصورت انه يجي علي هاليوم ابدا. الفت مو الحق عليك يا حبيبتي اللي ما حسبتي حساب لهيك يوم؟ مو انت يلي تسحبي مصاري من خليل وتمضي له على وصوله؟ مو انت يلي قبضتي من العالم لتجيبي له رخص عمار وسيراميك وشمينتو وابصر شو؟ مو انت اللي اتصلتي بالتجار وقبضتي منهم رعابين على حساب اللحمه؟ اخ على ما نتفق بستاني، هي واخوها دخلوا علينا مثل السهيانين وصاروا هلا اصحاب البيت، كله من اديبه، هي السبب، هي اللي خططت وتدبرت كل شيء. الفات الفات الله يرضى عليكي، لا تحطي الحق على حدا، السبب نحن ها، بالاخص انت. لذلك يلا حبيبتي يلا طلعي امضي، القصة خلصت. يعني هلأ إذا مضيت إن شاء الله بدهم يجوا يسكنوا معنا. الفت لسه ما وصلنا لهي، أنت يلا طلعي امضي وبعدين بتفق أنا وخليل على كل التفاصيل البيانة. مطيع طاق له لخليل، خليل يجيب الشرطة وياخدوني، أهو اللي من بعت البيت والفضيحة قدام العالم. الفت حسايرك وأخدك على قد عقلك، تعرفي إذا إجت الشرطة شو حيصير؟ حيحجزوا على البيت وبصير بدال ما نبيع نصه مجبورين نبيعه كله وبالمزاد العلني وبأرخص الأسعار. بقى يلا طلعي امضي أحسن لنا. ماشي الحال، رح أطلع ورح أمضي، بس إلي شرط ولقلك شرطين. شو هن؟ أول شرط من جهة السكنة بالبيت، ما رح نسكن هالفترة، وهي أديبة رح تضل معكن محلي. يعني ليش أديبة الله يسلمها حتبقى عنا؟ والله أنتو حرين، إذا ما بدكن إياها بشفنا شغل عند ناس تانين. ألف مين بيتمناها لأديبة؟ ما قصدي خليل يعني، ونحن كمان بنتمنى إنه تبقى عنا، مو هيك الفات؟ إيه؟ إذا اتفقنا على أول شرط، بس في شغلة صغيرة. شو هي؟ ما في شي مدام، بس أوضة أديبة صغيرة عليها شوي، بركي بنعطيها أوضة أكبر. إليش عنا يا خليل؟ أنت بتعرف البيت، إيه ما عنا ولا محل فاضي. مو مشكلة الفات، مو مشكلة. موافقين خليل، موافقين، منبادلها بأوضة فدوى. مو قصدي هيك مطيع بيك، قصدي إنه أوضة أديبة بتضل معنا، منحط فيها شوية أغراض وأديبة بتاخد أوضة بدالها.
مو هيك الحق مطيع بيك؟ النص بالنص. بعدين حتى هيك نحن بنضل مغبونين لأنه نحن معنا قطتين صغار وانتو عندكم قطتين كبار. نعم نعم نعم. الفات علي عيريني سكوتك، أنا عم بتفاهم مع الرجال. هي خليل كمان نحن موافقين عليها الحق حق، والشرط الثاني أنا موافق عليه وما في إلي عليه أي اعتراض. أساسا أنا ما بحب ينقال عندي إني عم بشتري بيوت. عيون الناس فارغة مطيع بيك. عيون سمعتي؟ عيون الناس. الخير توفي ما اختاره الله. امسكي يلا انت خلصيني. ما بدي امضي. يعني شلون بدنا نعيش بهذا البيت اذا اخذوا هنن غرفتين؟ لا تكون ناوي تنيم رامي وفدوى بأوضة واحدة، ما بصير مطيع هدول شباب. لا الفت لا، رح يناموا الذكور لحال والأناس لحال. انت وفدوى بتناموا بأوضة وانا ورامي مننام بأوضة. امضي خلصيني. ها الباب. خير ان شاء الله. اديبي الله يرضى عليكي، طلعي من العيلة بمشتح. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مطيع بيت موجود؟ ايه موجود، تفضل جوا بالصالة. يا الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جمع على خير إن شاء الله. إن شاء الله. شرف أبو نجاتي، تفضل. شرف. جيت بوقتي، مضيتي ولا لسه؟ حكي مريت لعندك خليل، قامت قالت لي مرتك انك رحت لعند ابو طلال. قلت لحالي يا الله منه بسلم عليه ومنه بتطمن على صحته. كيفك هلا مطيع بيك؟ الحمد لله لحد الله عايشين. شو خليل؟ يلا ما قلت لي رح تاخذ البيت، ممكن تجيت معك هيك يا مظلوم تجي لحالك. صارت فجأة يا ابو نجاتي، بعدين طليت لعندك لقيت عندك ناس، ما حبيت عطلك. ايه لا شفتك وأشرت لك بس انت ما شفتني. المهم شو؟ نقرا الفاتحة خلاص؟ ما مضت المدام لسه. لا يا مدام لا. امضي يا مدام امضي واتكلي على الله. امضي مدام امضي. امضي لحتى بكرا نسجله. يلا امضي. امضي مدام. الفات امضي. يا فوفو يا فوفو يا فوفو. شلون الغنية؟ شوف يا رامي في شي؟ ما في شي، قاعد لحالي بهالأوضة داخلي وخفت، صارت لاي شغلات هيك قدامي معسكة كيف بدها تذبحي. يا الله شو خفت، قلت بجي لعندك على الأوضة نتسهر أنا وياكي بكام شغلة. ما دريتي شو صار؟ لا ما دريت، داخلي يوم تجيت على غرفتي. ما سمعتي انه باعوا نص البيت لخليل؟ هي سمعتها غيرها. عن رح يصير في تعديلات بالقوض. ايه وانت شو ناوي تعمل؟ انا ما شغل لي بالي، يعني هي قصة التعديلات وما التعديلات ما فاتت براسي، عم فكر بشغلات هيك اهم وقيمة اكتر. بشو عم تفكر رامي؟ لك هلأ ما قبضوا حق نص البيت. ايه لك يا حبيبتي فدوى شغلي لي مخي، يعني قديش إنا ما تشبرقنا فرحنا بهالحياة، رحنا على الحفلات. رامي أنا بعرف إنه دفعوا المصاري للناس. حبيبتي إلا أهلك ما يكونوا مخبيين شي مليون مليونين ليرة هون وهون، بتعرفيها أنت. رامي لا تكون ناوي. ناوي يا فوفو يا فوفو يا فوفو. حلوة معه. مطيع شو بدك تضل سهران للصبح؟ الفت
كبرها صرتي سالتيني هالسؤال وإلا كي حضل سهرة للصبح إلا كان خفف الطول شوي ما عم بقدر نام. ما عم بفهم كيف جايك ينوم بعد اللي صار ولك نام وطيع نام مشان تفيق الصبح صحيان. ما سمعت شو قال أبو نجاتي وخليل؟ قال بدهم يجوا الصبح بكير مشان نروح نسجل البيت. ما بقدر ما بقدر نام والمصاري بالبيت. ولك نام لا تخاف ما رح يصير لهم شي. لك من طول عمرنا منحط مصاري بالبيت ولا مرة رح نقرش. لا حبيبتي كان يروح منهم بس نحنا ما نحس. طالما رامي بالبيت معناتها ما في أمان. نامي انتي نامي. ليش قدراني نام وهالضو ضارب بعيوني؟ غطي حالك بالإحرام ونامي أنا حضل سهران. صباح الخير أديبة. أهلين جارتنا صباحينو. ألفت هون؟ لا ما لهم راحت هي مطيع بيكم الصبح نزلوا على السوق. يعني ما في حدا عندك أحسن؟ وين جارتنا؟ شبك يا أديبة ليش ما عم تخليني أمرأ؟ يعني البيت قايم قاعد عم بعزل. خدي أديبة مسكي. لشو هاي؟ أنا نادرة أعطيكي 500 ليرة إذا طلع جوزي من الحبس. هي الله بعدي اسمه فك أسرى وطلع بريء وما احتجنا حدا يتوسط له. مسكي ولكن مسكي. إيه بقى احكي لي شو عم بيصير عندكم؟ ما فهمت عليكي جارتنا. إيه أديبة غشمي حالك غشمي حالك. لشو؟ لكن بارحة طول النهار ناس فايتة طالعة لعندكم وبآخر الليل طلع الدلال واليوم بالصدفة أنا ها بالصدفة أنا عم بتطلع من الشباك بلاقي ألفت وجوزها ومعهم أخوكي والدلال طالعين. بقى شو القصة؟ ما بعرف جارتنا. لك أديبة أنت ما بتفوتك الفايتة وكل شي بتعرفيه. احكي احكي أديبة شو عم يشتروا؟ الله يتم عليهم. سمعت إنه مدري كم بيت شارين بهاليومين. احكي مشان افرح لها لألفت مو مشان شي. يعني أنت بتعرفي جارتنا هن ما بيحكوا شي قدامي. بقى بدك ما تأخذيني ما قدرت أخدمك بشي. هاي 500 ليرة مالك بالطيب نصيب. الله معك. يعني رجعتي لها 500؟ ايه برافو عليك. لك شايفه يا ألفت قديش أذكرت هالأديبة. هاتي 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 عنك أنا بحط الشاي. أعوذ بالله مطيع بيك أنا بساوي كل شي. أصيلة أديبة أنت أصيلة. شكرا. أنا طول عمري بقول عنك أصيلة. الله يخلي لنا إياك. سألها مطيع وما حكت لها شي عن بيعة البيت؟ أعوذ بالله مدام ما أخذت مني لا حق ولا باطل. أنا ما عم بحكي معك إليك أنا عم بحكي مع جوزي. حاضر. لا تزعلي منها أديبة. لا لا عن جد كرمالي لا تزعلي منها. يعني ألفت قلبها طيب بس فعلا اللي صار مو قليل. يعني هلا بعد شوي بتروق. بعدين انت كيف بتحكي معها بهالاسلوب؟ أديبة شو لها علاقه باللي صار؟ والله انا ما دخلني بشي. حتى جارتنا فريده سالتني اذا كنتوا بدكم تشتروا بيوت. حاكم هي امبارح شافت الناس فاتين طالعين لعنا وبالعلامه كمان شافت ابو نجاتي هو جاي لعنا لهون بالليل وشافتكم الصبح لما رحتوا انتوا وخليل. انا بلا مشان ما تحرقي ايدي. حاضر. انت كملي لها خليها تروق. حاضر. انا ما اكدت لها شيء بس فهمتها انه ابو نجاتي عم بيجي لهون لعنا مشان تشتروا بيوت. عن جد عن جد أديبة هيك فهمت منك؟ لكان مدام يا ريتك انت واقفه معنا لتشوفي كيف عيونها هيك بصوا من وشها وانا عم بقول لها بدكم تشتروا بيوت. ايه أديبة احكي لي وشو قالت لك كمان؟ وما قالت لك شيء عن ام يامي؟ بلا مدام قالت لي انه هي وام يامين صايرين صحبه كثير وكتراني روحاتهم وجياتهم على السفارات. كله من حب بنتي. لو اني رحت معها على الحفله ما كانت فريده لقيت مجال لحتى تضبط امورها معها. هلا امونا من سيره ام يامين وفريده خلينا ناكل لقمه بسرعه مشان نبدل الاوض نعطيها اوضه فدوى. بدلناهم بغيابكم. مولاد خليل هدول؟ ايه نعم يخلي لك ولادك. اخذتهم على اللاحة ما شاء الله حولهم. اخذين من امهم واخذين من ابوهم. من ابوهم اخذين اكثر. معلوم بدها تصف مع اخوها. بس الفات شايفه على الرتابه ما شاء الله حولهم انا بعمري ما شفت هيك رتابه. شو كانوا عم يعملوا جوا؟
كانوا عم يساعدوا ابوهم، يعني عم بيجيبوا هيك شويه كهربائيات، مسجلات، تلفزيونات، يعني هيك شغلات. يعني خليل بيشتغل بال، لا يعني هو في له رفقات هيك محبين طالعين نازلين على خط بيروت، يعني بيجيبوا له شويه اغراض. شو عم تقولي اديبه؟ بده يحط عنا تهريب؟ لا مدام انتي لا تطلعي على هالموضوع من الجهه هي، طلعي عليه من جهه تانية. يعني هلا الجيران لما بيشوفوا هالغراض فايتين طالعين لعندك على البيت بيفكروكم عم تشتروا غراض، ما هيك مطيع بيك؟ بدي اروح فيي انا رامي فلو عن اذنك. شوفي اذا بتفكري بالموضوع مثل ما قالت من الجهه التانية طلع مزبوط. فلديه ديبا، يعني السيد الوالد طلع من الصباح؟ ايه طلع هو وامك لحتى يسجلوا نص البيت باسم اخي خليل. ليش ما فيقتينا؟ ليش ما فيقتينا يا ديبا؟ ما بتعرفي انه عندي كليه؟ تاخرت هلا على الكليه انا. مو انت واختك كنت سهرانين لوش الصبح وعم تتحادثوا، قلت ما بدي فيقكم. ديبا هلا طلع بابا كان حامل شيء بايده؟ ايه كان حامل الشنتايه اللي فيها مصاري راح يحطهم بالبنك. انو مصاري؟ اللي بقيوا من حق نص البيت. ليش بقي مصاري؟ لك شو قصتك انت هلكتني؟ انا هيك سمعته عم بيحكي مع امك، دعيت لي قلبي. يلا انا رايحه. راحت علينا. بس الا ما يكون مخبي مصاري، بعرف انا هون بكون مدحوش مصاري، بعرفه. لك يا حبيبي قلت لك لا تعذب حالك، المصاري كلها بالبنك. قوي تفضلي مدام. يسلموا اديبه ايديكي. ايه وبعدين تصوري ما تركنا ولا قرش. قال شو هدول المصاري ما بده يمد ايده عليهم لحتى يلاقي له شي مشروع ويحطهم فيه. أيوة. لك قلت له منين بدنا نصرف؟ قال انتي ما دخلك انا بتصرف. ايه معلش مدام، يعني مطيع بيك الحق معه. هلا انتو اذا بلشتوا تسحبوا مصاري من البنك بيخلصوا المصاري بدون ما تحسوا عليهم. لو تشوفي يا اديبه وقت نزلني على كاتب العدل وخلاني اعمل له وكاله، قال شو مشان هو يتصرف. بصراحة نأذني قلبي وأنا عم بعمله الوكالة. لا مدام لا تخافي من هي الناحية، مطيع بيك ثقة. المهم هلأ شلون بدي رجع صحبتي مع أميامين؟ بدي أقهرها لفريدة وطالعها برا. أديبة فكري لي بشي حل. هاي بدها مخمخة، يعني بدك تعطيني وقتي. ألو أهلين أهلين طلال، لك كيفك؟ ايه موجودة المدام، تفضلي مدام. الو اهلين طلولة، اهلين تقبرني، مشتاقتلك. لا والله تقبرني، والله ما انا نسيانينك، بس نحنا هيك كنا مارين بشوية ظروف. لا حبيبي كنا مسافرين على مصر، اخذنا ابوك الرحلة، يعني عدنا لنا هنيك شي اسبوع. يا لطيف شو تذكرتك بمصر وخاصة لما رحنا على الأهرامات. إيه شلون؟ بدك تجي؟ إمتى تقبرني؟ بهاليومين؟ آه يعني لسه ما حددت. خايف من بابا؟ لا تقبرني لا تخاف، أبوك مشتاق لك كتير 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 ومصدق إمتى يشوفك. بدك حق تيكت الطيارة؟ ولا يهمك حبيبي، إن شاء الله بهاليومين ببعث لك ياهم. إيه تقبرني. مع السلامة. يا الله سامعة عجيبة سامعة. إيه؟ طلولة جاي بهاليومين. الحمد لله. لك الدنيا مو وسعانتني من الفرحة. حق معك أديبة. نعم. انزلي لعند أخوك خليل ونادي لي إياه. يتكرم عينك أديبة. نعم مدام. شو لوين رايحة؟ بدي نادي لخليل. أهلين عمتو كيفكم؟ مبسوطين؟ لا شو وين البابا؟ لا شو بدك قريبة؟ المدام عايزتك. مرحبا يا مدام.
سلموا على الخالي بابا، سلموا على الخالي. مرحبا يا خالي. مدام سمعتي بإذنك مطيعبيك، قال لي إذا بتعطيها فرنج للست ألفة ما بتعرف عليك. شو دخل مطيع؟ في مرة أنا أخذت منك فرنج وما رجعت لك إياه؟ والله الشهادة لله لا. إلي كان دبر لي $1,000، بدي إبعتهم لطلولي على أمريكا مشان يحجز تيكت طيارة، ولقال لك بالمرة عملهم 2,000، بركي احتاج شي هنيك. شبك خليل؟ ليش ما عم ترد؟ يا خليل على مسؤوليتي، اعطيها للمدام $2,000. تكرمي مدام، بكره بيكونوا عندك. لا لا خليل، ما بدي اياهم يجوا لهون بنوب، اصلا ما بدي مطيع يدرى فيهم، انت فهمان علي؟ فهمان مدام، فهمان عليكي. خليل انا بدي لك شبك انت وياه، على شو عم تتقاتلوا؟ علي سندويشه اقسموها بالنص، لك روح ركبوها انت وياه. هي عليكم مثل اجوج وما اجوج. خليل أنا بدي تحول لي هدول $2,000 لطلولة بأمريكا، رح أعطيك هلأ رقم الحساب، استناني لحظة لحتى أجيب لك إياه. لا لا مدام، مدام بكير معلشي، معنا وقت، حاكم التحويل بده نزلي على شتورة، وأنا هاليومين مالي فاضي، عندي شغل. بس يومين مو كتير. لا مو كتير يا مدام أديبة. نعم أخي. أنا نازل لتحت عندي شغل. إيه ديري لي بالك على نص البيت. بعيوني. أهلين أخي. أهلين. الله معك، مع السلامة. هو هاي مطيع بيك. اهلا اهلا خليل، عم دور عليك وانت عنا. هلا كنت لانه مشوار مريت لعندك عاوزك موضوع ضروري، ما لقيتك رح اشرب فنجان قهوه عند ابو نجاتي. يا اهلا وسهلا، شرف شرف. اذا ما لقيتني تحت بتلاقيني هون على طول. يخليك، اهلا وسهلا فيك، ما بقى نضيعك. بموت واعرف شو عم يصير برا. مو ضروري تعرف، معقول يعرف شو بقولك قالتلك انت؟ كأنك ما سمعتني شو قلت. سمعت، والله سمعت انه طلولتك جاي من امريكا بعد ما فتح الاندلس، في شي غيره؟ ايه بس ماني شايفتك فرحان بجيته. وعلى شو بدي افرح الفا؟ على الشهاده اللي جايب لنا اياها ولا على همومنا اللي حتزيد هم بوجوده؟ روحي روحي روحي، استعجلي لنا أديبة بالقهوة. فهماني عليك، أنا بدك تصرفني مشان ما أسمع شو بدكم تحكوا، ماشي الحال؟ طالما فهماني علي روحي. رايحة. مور مطيبي، أولا أنا بكبر فيك الشهامة. أنا شهامة مطيبي؟ إنك تكتب نص البيت باسم أختك. مطيع بيك، بتعرف انه المرأة بتضل طلق قاصر، يعني صار ما صار مأمني بنص هالبيت. معك حق، معك حق خليل. بقى بقى انا خايف انه النص اللي بقيلنا يطير اذا الفت خانم بتضل على عادتها وانت بدك تضل على عادتك. أنا وعادي منه مطيبيك، عادت إنه هي تمضي لك وصولي وأنت تدينها شو ما طلبت رغم تنبيهاتي المتكررة لك. والله الواحد بيستحي يا مطيبيك، هي إلفت خانم وحي الله، إلفت خانم حرم مطيبيك. الله يعزك. بقى لحتى أقدر أحمي النص اللي بقي لنا أفكر أعمل ما يشبه التوازن العائلي، وبدي إياك معي. شلون يعني توازن عائلي مطيبيك؟ ما فهمت عليك. أفهمك، أختك بفضلك صارت شريكة بهالبيت، فكري أنا أنه نتمم هالشركة بشراكة من نوع آخر حتى ما تكرر المأساة. تفضل مطيبيك. استنى أديبة، شرف سيد خليل. شكرا أديبة. عفوا. شو أديبة؟ ما سمعت شي، ما قدرت اسمع شي، ما
بس وصلت لعندهم سكتوا. يعني ما قدرتي تلقطي كلمة من هون من هون؟ يعني لقطت لي كلمة شركة شراكة هيك شي. وليه؟ ليكون بده يشغلنا هو وخليل شي شغلة جديدة؟ ما في غير هيك، بس بقى شو هي هي الشغلة الجديدة؟ أنا اللي بدي أعرف شو هي. أديبة هلأ بس يقوم أخوك خليل ليروح الحقي وفهمي لي منه شو القصة. حاضر مدام. والله يا مطيع بيك أحب على قلبي، بس لازم أخذ رأي الطرف الثاني. طبعا خليل طبعا، أصلا بدون رأيه ما ممكن يصير شيء. بس يعني يا ريت تاخذ رأيه بسرعة مشان أنا أقدر أحزم أمري. والله مشان تحزم أمرك إن شاء الله يا اليوم المساء يا بكرة بالكتير بأخذ لك رأيه وبرد لك خبر. لو قدر يسمع شيء ما كان المط لوقع. أديبة يا ما وقعانة. بستأذن مطيبيك. إذنك معك. إذا بتحبوا يعني تجتمعوا هون البيت بيتك يعني أو عندكم، المهم نوصل للقرار سلب أو إيجاب. تكلم على الله ونعم الاتكال. شر يا الله يا رب. تفضل بابا. والله مطول الاجتماع المغلق. لا بابا شغلة خمس دقايق يعني. بابا هي عاشر خمس دقايق بتقلي عليها. والله نسيت بدي نام. طيب ماما روح تصلى شوي انت واختك على بين ما نخلص نحنا. ايه فدوى اندفست من ساعة بأوضة الإناث. وأديبة وينها؟ أديبة الله يبارك لها عم ترتب أوضة جديدة. لكان بابا سطح لك على شي كنباية بالصالون وبس نخلص من فيقك. ما في ما في ولا كنباية فاضية، كل كنباية متمطر عليها ولد من ولاد خليل أفندي. وشو مطرقهم برا؟ هلأ مو أديبة عمته عزمتهم عن نومي. حلوة هالعادة والله. طولي بالك الفات، هي ليلة وبتمضى. ما خايفة أنا ليلة تجر ليلة. ما بصر ما بصر، يعني بيت جديد وفرحانين بدون يكونوا. بابا خمس دقايق بس. طيب بقى الموضوع يعني. بابا تسمح لي أطلب منك آخر طلب بعمري. بابا اترك لي الطرف اللي ناحي الشباك لأنه أنا بنام هنيك، إذا نمت جوا بدهي نفسي. تكرم بابا تكرم. وأنا عكسكم، شف لي فدوى وين نايمة، إذا ناحي الشباك خليها، إذا ناحي الخزانة قيمة، لأنه أنا ما بحب نام ناحي الشباك. ناحي الشباك نامت. إيه منيح. شكرا بابا. بقى نرجع لموضوع. بابا انت بتشخر شي؟ لا تسأله إلو، تسألني إلي. ايه بشخر بابا. بحاول ما شخر. بابا يا لطيف. بالغلط بابا. ايه الفن، نرجع للموضوع. الموضوع ما عم بعرف الفات، ما عم بعرف يعني من انو باب بدي ادخل على الموضوع. مطيع هلكتني، الك ساعة بتلف وبتدور وما كنت تعرف تدخل بالموضوع. خلصني لاقي لك شي باب وتدخل منه. ايوه هو الموضوع شائك لكنه بيخصك مثل ما بيخصني، بيعنيكي مثل ما بيعنيني، بهمك مثل ما بيهمني. مطيع حبيبي احكي لي شو الموضوع يعني. فضفض احكي كل شي بقلبك، ليش متلبك؟ الفات وعدي افتكري اني كنت مبسوط لما جبرتك توقعي العقد. ما بعرف ليش انا كنت حاسة انه كان هاين عليك. العكس الفات، انا قلبي من جوا عم يتقطع. هذا عشنا يا الفات، عشنا هذا يطير نصه. لو كنت عصفور ما بقبل عيش بنص عيش. طول بالك مطيع طول بالك، والله قطعت لي قلبي. الايام جاي وان شاء الله بيتصلح كل شيء.
وأنا كمان أخذت درس ما راح أنساه بعمري أبداً أبداً. إن شاء الله إن شاء الله يا ألفات. لذلك أنا ما حي هنا ليعيش، ما حي هنا ليعيش لرجع نصنا اللي لهف وخليل وأديبة. وأنا لقيت طريقة. وشو هالطريقة؟ قل لي مطيع. خليل كتب نص البيت اللي اشتراه باسم أخته أديبة. وليش بقى باسمه مو باسمه؟ قال مشان يأمن عليها ويكون إلها مأوى إذا هو صار له شيء. برافو عليه، تفكيره مثل تفكيرك تمام. المهم هلا حتى يقدر سيطر على نصهم اللي كان نصنا لازم أديبة تعمل لي وكالة مثل اللي عملتي لي إياها. بترضى؟ ما في غير حل واحد لترضى. لك شو مستني؟ ما بدي وقف الشغلة. يعني مهما كان نوع الحل. لك مهما كان، المهم رجع نص البيت. إلفت لتحقيق هالغاية، والغاية تبرر الوسيلة. أنا قررت أتجوز أديبة. مطيع؟ مطيع أنت عم تمزح ولا جنيت؟ إلفت وطي صوتك، طولي بالك، بتكون أديبة مثل عادتها عم تتنصت على الباب. لحظة يا أديبة. نعم ابن عمي. شو ماما لسه ما جهزتي؟ يلا جهزت. شو رامي ما بينوا؟ لا لسه ما بين حدا. ديروا بالكم يا ولاد، بديها حفلة مرتبة. ماما وين راحوا؟ قال الخانم ما بتفوت على بيت الزوجية إلا بتوب أبيض. ومن كل عقله بابا راح يشتري لها؟ لا، أخوها خليل استعاد لواحد وعم تلبسه عنده. إيه بزيادة عليها. ليك بيّن. مبروك بابا، مبروك مطيع. شكرا إلفت. معناتها أيامنا حتكون حلوة. دوقي دوقي يا ديبي. مستحي ابن عمي قدامه. ماليش هيك.